نعم أبو محمد، السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي مهند، كيف حالك؟ الله يحفظك أخي، أهلا وسهلا بك. أولا أعزيكم في بحلول ذكرى استشهاد السيدة رقية عليه السلام. عليه السلام، ولكم العزاء أيضا. عظم الله لكم الأجر. معظم أجركم معظم، تفضل. نعم أقول يعني نحن نتأسف، كلنا نتأسف عن يعني ما على من يدعون التشيع، سواء من العوام أو من العلماء، من يدعون العلم، حين يقال لهم أن الإسلام، حين يأتي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويقولون أن الإسلام هو التسليم. نعم. أين هم من التسليم؟ قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أيريدون إيمانا بغير فتنة؟ نعم. هم دائما يكررون أن الفتنة، يعني نحن لا نريد الفتنة، بل يجب الإنسان أن يفتن حتى يقاس، حتى ينظر إلى إيمانه، هو يعرف إيمانه وهل هو إيمان حقيقي أم ليس بإيمان. أصحاب الحسين عليه السلام فتنوا بالحسين عليه السلام، فمنهم من استشهد معه ومنهم من تخلف عنه، أولئك ليسوا بأصحابه ولكن يعني أولئك تخلفوا عنه. انظروا إلى حال هؤلاء وحال الآخرين، كيف خلد هؤلاء وكيف يعني أصبح الآخرون في الحضيض. أذكر الإخوان المؤمنين، وأذكر كذلك الإخوان يعني الذين يدعون التشيع أو يقولون عن أنفسهم أنهم شيعة، سواء كانوا يعني متشيعون مثل حالنا أو كانوا شيعة بالأصل أبا عن جد. أذكرهم بقول آل محمد عليهم السلام، أقوال آل محمد عليهم السلام التي يجب أن تكون هي القول منا، وليس الاستحسانات الفارغة التي يعني أنا في الحقيقة لم أكن يعني أفكر حتى بالاتصال بك سيدي مهند، ولكن عندما رأيت يعني استحسانات هنا وهناك من بعض يعني نظرائنا في الخلق، فيعني استغربت استغرابا كبيرا كيف أن هؤلاء شيعة. يعني أنا متشيع أرى يعني لو لم أعرف الحق يعني عن طريق الصحيح، لو كنت ضللت، لكنت رجعت إلى بكريتي، لكنت أو أصبحت ملحدا. ممكن أذكرهم بالروايات، ولدي أمامي روايتين، لو تتفضلون أن أذكرهم. تفضل بالعكس أنت. نعم. روى العلام المجلسي رضي الله عنه في بحار الأنوار في الجزء 28 بسنده عن أبان قال سليم: وسمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: إن الأمة ستفرق أو ستتفرق على أو ستفرق على 73 فرقة، 72 فرقة في النار، وفرقة في الجنة، و13 فرقة من 73 تنتحل محبتنا أهل البيت، واحدة منها في الجنة و12 في النار. وأما الفرقة الناجية المهدية المؤمنة المسلمة أو المسلمة الموفقة المرشدة، فهي المؤتمة بي، المسلمة لأمري، المطيعة لي، المتبرئة من عدوي، المحبة لي، المبغضة لعدوي، التي قد عرفت حقي وإمامتي وفرض طاعتي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فلم ترتد ولم تشك لما قد نور الله في قلبها من معرفة حقنا وعرفها من فضلنا وألهمها وأخذ بنواصيها فأدخلها في شيعتنا حتى اطمأنت قلوبها واستيقنت يقينا لا يخالطه شك أني أنا وأوصيائي بعدي إلى يوم القيامة هداة مهتدون، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه في آي من كتاب الله كثيرة، وطهرنا وعظمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وخزانه على علمه ومعادن حكمه وتراجمة وحيه، وجعلنا مع القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا حتى نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه كما قال. وتلك الفرقة الواحدة من 73 فرقة هي الناجية من النار ومن جميع الفتن والضلالات والشبهات، هم من أهل الجنة حقا، هم يدخلون الجنة بغير حساب. وجميع تلك الفرق 72 فرقة، اسمع ماذا يقول يعني مولانا أمير المؤمنين، يقول تلك يعني وجميع تلك الفرق 72
سرقه هم المتدينون، يعني هم متدينون، يقول هم المتدينون بغير الحق الناصرون دين الشيطان الآخذون عن إبليس وأوليائه، هم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، يدخلون النار بغير حساب، برئوا من الله ومن رسوله وأشركوا بالله وكفروا به وعبدوا غير الله من حيث لا يعلمون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقولون يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون لله كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وفي رواية أخرى عن العلماء، يعني من يدعي المرجعية، روى العلامة المجلسي رضي الله عنه في بحار الأنوار الجزء الثاني، اقتطعت منها هذا الشاهد، وهو بالإسناد عن إمامنا أبي محمد الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، وعجل الله تعالى فرج ابنه المعصوم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، فقال قال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وبين أو فقال: فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم، فسماهم فقهاء وقال عنهم فسقة فقهائهم. ثم يقول: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. انظر ماذا يقول مولانا، يقول: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. أرد على تلك المرأة التي كانت من لندن تقول: نحترم جميع المراجع. انظر ماذا يقول آل محمد عليه السلام، يقولون: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، لا تعد لهم كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أو يتحمل عنا أهل البيت، لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم، وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا أو من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة على الحسين بن علي عليهم السلام وأصحابه. أعتذر أخي مهند عن إطالتي، وعارف أني أخذت من وقتكم الكثير، أحسن واغفر لي هذا التزاطر عليكم. العفو، وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أبو محمد، جزاك الله خير الجزاء.